نعم. إذن نبدأ أولى استطاعاتنا من مدينة كركوك، راح ننتقل إلى مستشفى كركوك العام للمشاهد. ولادة توأم سيامي، هذه الحالة اللي يعني مو لأول مرة تكون بالعراق، وجدت لأكثر من مرة، وقبل أيام شاهدنا في مدينة ديالى مثل هذه الحالة، والحمد لله وشكرا تم فصلهم وتمت العملية بنجاح، لكن بوفاة أحد الأطفال اللي موجودين. هذه الحالة قد تكون يعني غير عن الحالة اللي مضت، هذه يعني الأطباء يقولون إنه هذه حالة سهلة، من الممكن إنه ينفصلون التوأم وثنائهم يكون على قيد الحياة، وهذا إحنا اللي نتمناه، ويا ريت إنه توصل المناشدة اللي ناشدتها هذه العائلة العراقية إلى من يهمه الأمر من المسؤولين أو الحكومة العراقية. حدثت في مستشفى كركوك العام قبل البارحة ولادة قيصرية بتوائم، والتي تسمى في الطب كونجنيت توين، يعني التوائم الملتصقة من البطن، وهي لحسن الحظ من الأسهل التوائم، يمكن فصلها بعمليات جراحية، ولكن لسوء الحظ لا تجرى مثل هذه العمليات في داخل جمهورية العراق. ومن هنا نحن ناشد دائرة صحة كركوك والسيد المحافظ دكتور نجم الدين كريم باتصالاتي ومن خلال قناة الشرقية بأسرع وقت إيصال الخبر إلى السعودية لكي تجرى مثل هذه الحالات في مركزها المتخصص لجراحة الأطفال. فقط في السعودية موجود هذا الاختصاص يعني، وكيف تكون عملية الفصل يعني، هل هناك التشخيص الأولي يتبين هناك عملية كانت يعني سهلة يعني سوف تكون الفصل يعني، حسب ما عرفنا من عندكم الالتصاق من البطن يكون أسهل من الظهر أو من الرأس؟ نعم لأنه كما تعلمون في بطن فيها أحشاء يمكن فصلها أسهل مما أن تكون بالهيكل العظمي أو متلصقة من الدماغ، لأنها تكون صعب الفصل، ولكن من حالة البطن تكون الأمعاء والأحشاء الداخلية يمكن فصلها ويمكن لصقها بعد العملية. هل وصل خبر لدولة السعودية أم من خلال برنامج أهل المدينة سوف تصلون يعني مناشدة لهذا الموضوع؟ إن شاء الله احنا نطلب من قناة الشرقية أن تناشد السعودية بأسرع وقت لكي نجري لها العملية بنجاح إن شاء الله. طيب وضعية الأطفال تحكي لي عليهم، شلون صحتهم وضعيتهم؟ والله إن شاء الله نعم ذكور اثنيناتهم بعملية قيصرية صارت، الحمد لله حالات مستقرة، ولكن نجري لحد أن تجري العملية النقل إلى السعودية، نجري لها الفحوصات الأولية كالمفراس الملون حتى نعرف التشخيص بأن الأعضاء الملتصقة شنو من الداخل. هذه أول ولادة للأم يعني؟ هذه ولادة الثانية، الولادة الأولى أنثى حية طبيعية. سريهم انت؟ يعني جدتهم من الأب نعم. يعني حبوبتهم أم أبوهم؟ نعم. شو وضعيتهم هسه؟ والله الحمد لله زينين، يعني الحمد لله والشكر، أنا ما كنت أتصور هيجي راح يبقون بصراحة، يعني أول مرة نشوف هالشي، بس مشكور الكادر، مشكور جدا، هنا دائما يعني دائما يتابعوهم الحمد لله والشكر. طيب الأمي وين هسه؟ الأمايا اليوم طلعوها من المستشفى الساعة 11 والدولة. عرفت بهم ملتصقين؟ البارحة عرفت، لأنه يعني قالوا الأطباء لازم تعرف من المستشفى فيما إذا لا تكون إلها نزيف شيء من انفعالاتها بالبيت راح تسوون، فخبروها، وكان الصدمة طبعا إلها، لأن تعرف واحد الأمايا شت تحضر لأطفالها، وإحنا مع الأسف الشديد يعني السونر ما خبرنا، المفروض يعني ما أدري هي شيء قضية ما تطلع بالسونارات، ما أدري. طيب الأم ربت بيت وموظفة؟ لا، معلمة. معلمة. الأب؟ الأب مدرس إنجليزي. مدرس إنجليزي. نعم. طيب اليوم أنت من داخل المستشفى الأزهر التعليمي من مدينة كركوك، إن من تناجدين؟ والله أنا أشكر كل الناس الطيبة. ليش تبكي؟
ما أدري وضعهم يجي يعني ويقهر يقهر وضعهم، ماذا نقدر نشيلهم، ماذا نقدر نلبسهم، ماذا صعب العناية بهاك يعني. إيه يعني شيلتهم تتخاف رأسهم يعني اثنين صعب، هو طفل واحد يعني من وليد حديث الولادة تخاف يعني تقول دير بالك رأسهم دير بالك إيدهم. إيه يعني الحمد لله والشكرها مشكورة وأحمده. طيب الأطفال سميتهم عندهم تسمية لو بعض؟ نعم سمي. واحد كريستيان ولا كرايست. كرايست نعم. أبوهم شو اسمه؟ رامسن. رامسن إيش؟ رامسن غوريال. أنت وين ساكنين؟ سكانيا. وكركوك؟ نعم. طيب شو تقولين اليوم للمملكة السعودية اللي هم علاجهم فقط هناك؟ أقولهم أنا فخورة إنه عدنا بالدول العربية إنه ما كان نلتجئ إله، أنا فخورة بهالشيء وفخورة لأن أنا عايشة بالعراق وأناشدهم، أناشدهم إنه يكونون سبب هالطفلين يعيشون حياة طبيعية، وأنا راح أكون مشكورة لهم دائما، وأنا واثقة كل الثقة هم هذه المستشفى اللي مسويها يعني لعموم البشر مو أي واحد يعني خاص، لا وأنا أكون مشكورة لهم جدا. طيب كيف الكادر الطبي بمستشفى أزادي يعني شلون شفتي العناية الكادر الطبي بمستشفى أزادي يعني حول مراجعتهم للأطفال؟ والله الكادر يعني مشكور بصراحة يعني حتى بالأربعة فد يوم بالأربعة وعشرة دقت على يعني كان حتى يمكن نايم ما نايم ما أدري خطية إجا بالعجل مجرد شوية قلت شو اسمه هذا حار هواية كان ما دا أعرف يعني إجا رأسا وهذه مشكورين أنا هواية أشكرهم بالعكس يعني أنا مرات دا أخجل كل مرة بأي شيء تعالوا فلان شيء تعالوا هذا واجبهم ما بأي خجل يعني دا أخجل بصراحة مرات دا أخجل. طيب أنت من البارحة وياهم مو صحيح؟ من أول البارحة صحته صحت نايمين بالليل ما ينامون يعني هم ينام بس إحنا ما دا نقدر هم وضعيتهم شلون يعني شوفين أنت يعني لا دا ينامون وهذه يعني حركتهم طبيعية كلش يعني عندهم حركة بحيث ينشدهم لأن دي أذون يعني دي تحركون حركة واحد بالآخر يعني دي مرة يعني واحد لاخذ أكيد شاهدنا هذه الولادة اللي هي التوأم السيامي في مستشفى كركوك العام، وأكيد مناشدة العائلة العراقية وخاصة الجدة اللي موجودة اللي وتحدثت بالتقرير توصل للمسؤولين العراقيين حتى أنه لغرض العلاج خارج العراق بالمملكة العربية السعودية إحنا راجين هذا من الحكومة العراقية والمسؤولين أو وزير الصحة أنه يكون بتعاون مباشر يعني مع هذه العائلة حتى ينقلون الأطفال إلى المملكة العربية السعودية ويعالجون هذا التوأم السامي حتى يعيشون حياتهم طبيعية. قبل فترة أنه شاهدنا العملية اللي صارت في مدينة ديالة وكانت هذه العملية أنه ناجحة بس يارت أنه يكون عندنا كوادر طبية متخصصة بهذا المجال حتى أنه نقدر ننقذ أطفالنا أحسن ما أنه يبقون هنا بالعراق ونبقى الناشد ونطالب أن المسؤولين العراقيين حتى يسافرون خارج العراق لعلاجة أبناء العراق اللي هم أغنى الأغنياء يكونون لأنهم مو عراقيين.